هذه 28 سنه وانا يعني تولدت هنا في هذا الحي. ومنين تولدنا وحنا تنشوفوا التهميش غياب تام لاي اصلاحات، ما كاين حتى تغييرات، ما كاين حتى مخططات ولا مخططات مستقبليه للتغيير، ما كايناش للاسف. للاسف اخر حاجه انتم تشوفوا انهيار واحد احد المباني، الحمد لله كان غير ماهول، ما كانوش الضحايا، ولانك كون لا قدر الله كون كانوا دايزين شي دراري صغار او شي وليدات ساكنين هنايا كانوا دايزين منها وطاح على شي واحد، راه غتكون مصيبه لا قدر الله. تنطالبوا المسؤولين هي باش يلتفتوا لهذا الحي ويديروا شي حاجه. الاقوال والوعود عينا منهم، نتمنوا شي تغيير جذري باش ما يبقاش هذا الحي التاريخي والممر السياحي مهمس، والساكنه ديالو راه تطالب بحقوق المواطنه ديالها. حتى حنا مواطنين تنطالبوا تندفعوا الضرائب ديالنا الوغ تنطالبوا بحقوق ديالنا، منها التبليط ديال الارضيه. تقريبا سنه هذه والارضيه في حاله يرثى لها، شحال من سيد كبير طاح، شحال من واحد متضرر، هذه الارضيه راه غير صالحه، بغينا شي حل ويكون فوري. برنامج تسمين المدينه العتيقه ما شملش الحي ديال باب القاري، ما كانش حتى شي برنامج تيشمل هذا الحي. بالعكس تنشوفوا احياء اخرى استفدات. الحي اللي قريب منا مثلا ديال الدار الكبيره وسيدي عمر، راه الحمد لله راه الاصلاحات فيه، تنباركوا لهم ديك الاصلاحات، ولكن حتى حنا راه محتاجين هذه الاصلاحات، حتى حنا محتاجين للتغيير. تفاجئوا صباحه يوم الاثنين بسقوط احد انهيار احد المنازل اللي هنايا في هذا القنت هذا، والمشكل هذا المنزل هذا ساك النص ديالو لاصق في المنزل ديالنا، دابا راه طاح هذا النص هذا وبحال والو في قدر من بعد ايام عاوتاني طاح هذا النص ديال الاخر. اليوم عاد جاوا الناس راهي من الحومه اللي تكلفوا غير بهاد، هما غير راسهم متطوعين باش يجمعوا هادشي، يعني حتى البلديه ولا الناس ديال اعوان السلطه ما صيفطوا حتى شي واحد باش زعما يجمع هادشي. ثاني حاجه اللي كاينه السلوكه ديال الطول اللي كاينين في هاد الجهه الفوق، يعني قدر الله طاحت شي حاجه طاح النص الاخر غتوقع واحد الكارثه، يعني غادي يقدر يوقع شي حريق ولا شي حاجه زعما السلوكه ديال الضو، الله يدير شي تاول الاخر. واللي كنطلب وبزيد على ذلك الارضيه ديال الحومه، تلمشي باش تمشي هكا راه ما صالحاش، راه ملي كانوا كيصلحوا كيدوزوا القوادس وداك الشيء شحال من واحد اللي تهتلات، شحال من واحد اللي طاح في شي حفره اللي كانوا كيصاوبوا. وكنطلبوا الله يصاوبوا لنا هذا الطريق هذا، طلبنا اكثر من 18 عام هذه ولا 19 عام، وديما نفس الهضره ديما نفس الهضره. انا دابا في عمري 24 عام، يعني قبل ما نتولد انا راه كاين راه هذا الشيء هكا. ودابا المشكل حتى كتجي الوقيته ديال الانتخابات عاد كيجيو في الديور السلام عليكم كيدقوا، كتجي في الانتخابات كيجي كيقادوا لك بولا كيديروا بولا هنا وكيمشيو في حالهم، كيقول لك صافي راه غادي ان شاء الله نصاوبوا غادي نصاوبوا غادي نصاوب، ما كاين حتى شي حاجه. نفس الهضره اللي كتعاود تسمعها هذا العام كتعاود تسمعها العام الاخر.